أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تسجيلات المنيعة تيفي تقدم لكم بعض المناظر التي يتمناها الإنسان، أفضل وأحلى مناظر لجمال بلادي رأيتها. الآن أترككم مع الفيديو. كم أهواك يا بلادي رغم الظلم الذي نعيشه، ولكنه لا يزيدني إلا حبا لك. بلادي المنيعة هي المكان الذي ولدت فيها وترعرعت فيها وأكلت من أرضها وشربت من مائها، وحبي بلادي داخل ولن ينفد أبدا. بلادي المنيعة ليست فقط قطعة أرض التي أعيش عليها، إنما كل من يسكنها من أهل وأحباب وأصدقاء، هي كل ما أريده من أمان فيها. أرجو أن يكون هذا الفيديو قد أنال إعجابك. والآن نصل إلى نهاية هذا الفيديو، وإلى اللقاء مع رؤية جديدة. تسجيلات المنيعة تيفي في خدمتكم.